أنا في مدينة النجف الأشراف، على بعد تقريب 300 متر عن صحن الإمام علي عليه السلام. هذا المجمع اسمه مجمع زمزم. هذا فندق، شقق فندقية. هذا المجمع، وهذا دار مداش فيها ظلمة، وهاي العمارات السكنية اللي تبيني جنيد، هاي كلها للباكستاني بشير النجف. أكرر، رعاية الله يسمونه على عظمه بشير النجفي، اسمه مجمع زمزم. هذا كله، هذا خاص طبعا، أنا عن طريق صديق من النجف قدرت أدخل له، لأن هذا لا يدخله إلا الباكستانيون ويعني جماعة وأتباعهم. فهذا كل الحولة خاص الباكستانيين والأفغان، بعض الإيرانيين بين الإيرانيين، لكن هي الأغلبية باكستانيين، لأنهم من أصول الشيخ بشير النجفي المرجع الديني. والله يطيح حظك أمريكا، وين وصلت؟ العراق. صرنا بيد الباكستاني والإيراني والهندي والويل والويل، وراحت هيبة الوطن. تحياتي، أخوكم أكيد ما راح أقول اسمي لأن هي بلوة. تحياتي.